اهلا بيك في فندق ناس، معاكم احمد عمرو. موضوعنا النهارده هو اكتر موضوع اتطلب الفتره اللي فاتت، هو موضوع كيجل اكسرسايز او تمرين كيجل. لو العضلات ديت بتبقى ضعيفه فاقل كميه من البول هتبتدي ان هي تسبب لي ازمه، هتبتدي تخليني ان انا اخش الحمام، فالموضوع ده طبعا بيبقى مضر جدا بالليل لان كده مش هعرف ان انا انام كويس. وفي نفس الوقت الفايده اللي هي المشهوره اكتر لتمرين كيجل هي موضوع سرعه القذف، هو بيعالج موضوع سرعه القذف لانه بيزود لي التحكم او الكنترول في العضلات ديت، فبالتالي بعرف ان انا اتحكم في القذف، فالقذف مش هيكون مبكر، هعرف ان انا اقعد فتره اطول من غير قذف. وفايده ثانيه برضو ان هو بيقوي الانتصاب بصوره ملحوظه جدا لان هيكون في سريان دم اكتر في المنطقه دي. طبعا لو قلت لاي حد شد عضله البايسبس، الترايسبس، التشست، البطن، الرجل، اي حاجه من ديت هيعرف ان هو يشد العضله دي. معظم الناس اللي هتتفرج علينا لو قلت لهم ان هو يعمل انقباض او يشد العضله بتاعه قاع الحوض، ففي ناس كتير هي ما تعرفش هي ايه هي العضله دي اصلا، فاحنا عايزين الاول نحس بالعضله دي او نعمل لها انقباض عشان نعرف ازاي هنمرنها. ابسط طريقه عشان تحس بالانقباض او بالشد بتاع العضله ديت هي ان انت اثناء التبول ان انت توقف البول، توقف سريان البول دوت. Freeze buddy. Put that kind of thing away. You're embarrassing yourself. فالعضله اللي هتعمل انقباض عشان توقف البول هي ديت العضله اللي هي اسمها البلفيك فلور ماسل او عضلات قاع الحوض. طريقه ثانيه برضو عشان تحس بالعضله ديت، لو انت في غازات وانت بتمسك الغازات ديت، فالغازات دي عشان تمنعها من ان هي تطلع، فبرضه هتلاقي ان نفس المنطقه ديت حصل لها انقباض عشان تمنع الموضوع ده. هقوي بقى العضلات ديت ازاي؟ طبعا في طريقتين، في طرق غير مباشره وفي طرق مباشره. الطرق الغير مباشره لو انت بتعمل سكواتس كتير، لو انت بتعمل لانجز، لو انت بتعمل بريدجز اللي هي تمارين الجسم السفلي، لو انت بتمرن الكور، كل العضلات اللي هي حوالين المنطقه ديت فدي بتاثر تاثير ايجابي غير مباشر على المنطقه دي، فبتقوي العضلات دي. وفي طريقه تانية هي طريقه مباشره شويه، ان انا هستهدف بس العضلات ديت او هعمل لها ايزوليشن او هعمل لها عزل. اشهر تمرين لكيجل هو ان انا همرنها خلال دخول الحمام. الكلام دوت ازاي؟ الكلام دوت اثناء التبول، ان انا هبتدي ان انا امسك البول في منتصف التبول. يعني حد هيخش الحمام وهو بيتبول هيبتدي ان هو يمسك الموضوع لمده 3 ثواني، هيوقف البول لمده 3 ثواني، من 3 ل 5 ثواني، وبعد كده هيريلاكس، هيبتدي ان هو يكمل لمده ثانيه او 2، وبعد كده ان هو يوقف تاني. وهيعمل الموضوع دوت حوالي 5 مرات خلال مره دخول الحمام. وهيكرر الكلام دوت قد ايه في اليوم؟ ممكن تعمل الموضوع دوت مره الصبح، وممكن تعمل الموضوع دوت مره في منتصف اليوم او في اخر اليوم، دوت هيكون كفايه. طبعا لو حد عايز يزود هيزود، مفيش اي رقم سحري للموضوع دوت، اي رقم هيعمل نتيجه، فمفيش مشكله لو حد عايز يزود. بس برضه نحط في الاعتبار ان هي عضله زي اي عضله، فانت مش عايز ان انت تعمل الموضوع بزياده، مش عايز ان انت ترهق العضله بزياده. اي عضله هتعمل لها ارهاق، بتعمل لها اوفر تريننج، او تعمل لها ان هي هتشغلها بطريقه اكسسيف او طريقه زياده، فالنتيجه هتكون سلبيه زيها زي اي عضله ثانيه في الجسم. طبعا بالنسبه للعدات وبالنسبه للوقت اللي انا همسك فيه او هعمل فيه انقباض للعضله دي، فده طبعا ممكن يختلف، وممكن ان انا ازوده مع الوقت. ممكن الموضوع يبقى صعب جدا في الاول، بس مع الوقت هيبقى اسهل واسهل. بعد كده عشان اعمل التمرين دوت مش هحتاج اصلا ان انا اخش الحمام خالص، ممكن ان انا اعمله وانا واقف في مكاني او وانا قاعد او وانا نايم، مفيش اي مشكله. المايند بودي كونكشن او الاتصال بين المخ وبين العضله ديت هيكون اقوى بكتير من الاول، فان انا اعمل لها انقباض مش هحتاج ان انا اخش الحمام او اي حاجه من ديت، ممكن الموضوع يكون ابسط من كده بكتير. في اي وقت في اليوم هعرف ان انا مرنها. فممكن على سبيل المثال وانا واقف ان انا هعمل انقباض للعضله ديت لمده 3 ثواني، وبعد كده ريحها لمدة ثانية أو ثلاثة، وأكرر الموضوع دوت 10 مرات. ممكن أعمل مجموعة الصبح، مجموعة في منتصف اليوم، مجموعة في آخر اليوم. ناس هتلاحظ إن هو أسهل إن هو يعمل التمرين دوت وهو جالس أو وهو نايم، ده هيكون أسهل من وضعية الوقوف، وممكن ينفذ التمرين دوت في وضعية الوقوف بس في مرحلة متقدمة شوية بعد ما يبتدي يحس بالعضلة دي أكتر والعضلة دي تكون أقوى، وفي نفس الوقت الاتصال بين المخ والعضلة دي هيكون أقوى، فهيبتدي إن هو يعمل التمرين دوت وهو واقف عادي مفيش أي مشكلة. بعد كده بقى أهم جزء في الفيديو هو التطبيق العملي، إن أنا هطبق إزاي الموضوع دوت عملي. طبعا لما هقوي العضلة دي وهقوي الاتصال بين العضلة والمخ، فهبتدي إن أنا مش هكنترول بس البول بتاعي، لا انا هبتدي ان انا كمان هيبقى عندي تحكم في موضوع القذف، فالقذف بتاعي انا هعرف اوقفه في الوقت اللي انا عايزه. في حاجتين عايزين نوضحهم اثناء الممارسه الجنسيه. في حاجه
اسمها اورجازم، انا ما اعرفش اسمها ايه بالعربي، في حاجه اسمها ايجاكوليشن او قذف، ايجاكوليشن بالعربي اللي هي قذف، الاورجازم ديت ممكن ترجمتها بالعربي اللي هي مرحله ما قبل القذف، قبل ما الموضوع يكون بره السيطره وقبل ما ان انا خلاص القذف حصل خلاص، فديت مرحله الاورجازم اللي هي اللي قبليها. المفروض ان انا في الاول ما استناش ان انا اوصل لغايه اعلى ليميتس، يعني لو قلنا مثلا ان الاورجازم بعد 100% خلاص كده انا القذف حصل، المفروض ان انا ما استناش لغايه ما اوصل لل100% او لل95، المفروض ان انا ابتدي انفذ اللي انا اتعلمته في التمرين دوت، او ابتدي ان انا اعمل انقباض للعضله ديت لما اوصل ل80% من الاورجازم قبل 20% من القذف ما يحصل. بعد كده طبعا مع الوقت لما الكنترول بتاعي بيزيد والعضله دي بتبقى اقوى واقوى، فابتدي ان انا ممكن ااخر موضوع الاورجازم اكتر كمان، ممكن اوصل ل90% او 95% وبرضه هيبقى عندي كنترول وبرضه هعرف اوقف الموضوع واكمل تاني. فطبعا مع الوقت هبتدي كل واحد يعرف الليمت بتاعه، هيبتدي يعرف امتى يوقف امتى يكمل، بحيث ان احنا نطول فتره الاورجازم ديت على قد ما نقدر وناخر موضوع القذف على قد ما نقدر. من 80% افتكر ما تسيبش الموضوع لغاية الاخر، بالذات في الاول لغاية ما تعرف الليمت بتاعك ولغاية ما الموضوع يكون اسهل بالنسبة لك. في نهاية الفيديو اشكركم على المتابعة، لو حد عايز متابعة بخصوص السبلمنتس او التغذية او الدايت او التمرين هيلاقي رابط في الشرح، ممكن يعمل معنا اونلاين تريننج وهتابع معاه بالواتساب او باي ابليكيشن ايا كانت البلد اللي هو فيها. لو حد عايز برنامج جاهز في كل العدات والمجموعات ممكن يتنفس في البيت، عايز عقلة بس هيلاقي برضو رابط في الشرح.